البداية من التطورات الميدانية في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل أكثر من 50 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا وخان يونس والمغازي. هذا وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن إسرائيل استهدفت موقعا قرب مستشفى الأمل التابع له، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا على الأقل. وأوضح الهلال الأحمر أن القصف هو الثالث على محيط المستشفى خلال أقل من ساعة. وبالموازاة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد قتلى قصف إسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع إلى 10 قتلى. وقبل ذلك أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل 7 وإصابة آخرين جراء استهداف القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة برا وبحرا وجوا، فيما قال مسعفون إن طائرات إسرائيلية شنت 3 ضربات على النصيرات وسط القطاع. وفي الموازاة أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الحصيلة المسجلة في القطاع بلغت 21,110 قتلى. اليوم لما صار نازحين وخاصة مدينة رفح، انت فاهمني كيف نزع عليها، يعني على الكلام 1.5 مليون، انت فاهمني كيف، كله مطلوب وناس قاعدين في المدارس وفي المواصل وهنا وهنا، ففي طلب كبير جدا، بس لكن البضاعة مش موجودة. لا، ما فيش بضاعة. الأساس في الموضوع انه ما فيش، يعني الفرشة مش متوفرة، بس يعني يمكن آخر فترة الوكالة وزعت شوية فرشات فحلت جزء من الأزمة، أما الأزمة كبيرة وعميقة. واليوم زي ما قلت لك عدد سكان رفح قريب من 1.5 مليون، يعني بقى عدد سكان رفح 230,000 240,000، بس اليوم 1.5 مليون، يعني من يغطيهم؟ يعني عجز كبير جدا جدا جدا، بالذات في موضوع الفرشات والحرمات. تلك الأطفال التي تلقى لها مأوى لا يوجد إليهم ما يغطي بهم أجسادهم. احنا بدنا، رحنا على السوق نشتري فراش، ما لقينا فراش ولا لقينا اي حاجه، لو مستخدم اي شيء لهالطميات. احنا عيلتين 16 نفر، انا معايا 7 وصلفتي معها 9 انفار، ومش لاقين اي حاجه، وهينا على النايلون نايمين، لا فراش ولا غطا ولا اي حاجه. يعني لو مستخدم اي حاجه احنا مستعدين ان ننام عليه، اي حاجه، المهم ننام ونستر هالاطفال من البرد ومن السقع. جينا لسه جديد ندور على فرشات، فيش فرشات، والفرشات غليات والمستخدمات غليات، وبعرفش مين نايم عليه، نسخات نضاف مش نضاف، وزي ما انت شايف فيش حاجه عندنا، وربنا يسهل الامور، وفيش لا واعي شتاء ولا غيره ولا حاجه، والوضع صعب، لا معنا مسار ولا شيء. احنا لما طلعنا من الشمال طلعنا من غير ولا شيء، على الهوي بس بنرفع الهوي للي على شقه اليهود ونمرق بقينا. الوضع يعني صعب جدا، نتمنى انه حد يساعدنا بفراش بحصاير باي شيء اواعي للاولاد. احنا عاد بنتحمل والله، عند الاولاد انهم عيانين، ومبارح وديتهم على الوكاله من العيل الجو اللي احنا فيه. هذا فيما ينشد نازحون في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، يناشدون المساعدة ويتحدثون عن الأوضاع هناك، ويقولون إنه لا طعام ولا خيام، وأن ثمة موت وقصف مستمران. من بداية الحرب والضرب قالوا لنا اطلعوا، طلعنا على المدارس وطلعوا زبغات من المدارس، يا عمي اطلعوا روحوا خيام، وهذا مرميين يا عمي، إلنا بيجي 10 أيام مرميين، ما حدا قايل لنا وين أنتوا يا عمي، موت صار وروح، وين القصف، وين ما جه، والله العظيم ما انت عارف امتى تجينا الهوايه. اطلعونا دخيل الله يا ناس، طلعونا بعين الرحمه، شوفوا حالنا احنا كيف، طلعوا كيف عايشين، شوفوا كيف عايشين الناس، ما في ناس ما هلاقي الخبزه، بتكاتلوا قاعدين على الطحين، وين نروح احنا، من موت ولا من اكل ولا من بيات ولا من ايش، لا سكن ولا اكل ولا مشرب، وموت وقصف فوق روسنا، وين الروح، وين الروح يا عمي، وين الروح. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 167 قتيلا منذ بدء الهجوم البري. كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن القتلى 3 من قوات الاحتياط، وبينهم ضابطان أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب، فيما الثالث هو رقيب.
ومع ارتفاع عدد الضحايا في الحرب بين إسرائيل وحماس وتزايد الضغوط العالمية الرامية إلى وقف تصعيد العنف، يطرح الوسطاء الدوليون مقترحات مختلفة لوقف جديد لإطلاق النار، غير أن كل الجانبين على الأقل علناً أو كلاهما طرح شروطا تبدو مستعصية على الحل، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن ذلك دفع دبلوماسيين للاعتقاد بأن التوصل إلى اتفاق لهدنة دائمة لا يزال بعيد المنال. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه منذ ذلك الحين عمقت القوات الإسرائيلية الحرب التي يقول المسؤولون العسكريون إنها قد تستمر لأشهر عديدة أخرى في سعيهم لتحقيق هدفهم المتمثل في القضاء على حماس.